ها هي الحياة تعود إلى مناطق الظل ببلدية فراجيك بمعسكر بعودة التنمية واستفادة قاطنيها من السكن الريفي الذي يعد من أولويات الاستقرار بهذه المناطق. حنا في وقت الإرهاب حنا كاع كاين اللي روح للمحمدية كاين اللي طلع المعسكر، واليوم الحمد لله الدولة قامت بالواجب تاعها، بنات لنا الماء الطريق الإعانة الريفية. في ساعة الإرهاب هربنا وحاوزونا، واليوم الحمد لله ما خصنا والو. عطاوك السكن الريفي؟ عطاونا السكن الريفي. حصص معتبرة عبر جميع مناطق الظل بالولاية استجابة للطلب المتزايد على هذا النمط من السكن وتوفير المرافق الضرورية بها. ما الدعوة اللي دعم الحمد لله يا ربي يضرك، راني نبنيكم وتشوفوا كل الدعوة كلها دايرة. شيء يوم مازال خاصنا يحط شي شوية. واش خاصكم؟ خاصنا الضوء ما كاش كاع بوطوية طلع لي ما كاش كاع بوطوية. 200 سكن ريفي عبر دائرة محمدية استفادت منها 150 حصة الأسد ذاتها بلدية فراكيك. بالنسبة لـ 2019-2020 طونا 50 سكن ريفي، منها 20 ديناها الحرس البلدي. عندنا في الأماكن الضل عندنا كما دوار بغداد، دوار زاوج، دوار مكيد، عدة دواوير ريمو مرمجة هذه السنة في الكهرباء الريفي وفي الغاز الطبيعي. مشاريع أنجزت لفائدة الشباب وأخرى لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.